حضرتك زينب فين؟ طب تعالى ما نشوف. بنتي يا زنوبة يا عروبة، العافية يا خال. بنتي يا زينب، اهلا اهلا. ازيك يا اختي، عاملة ايه؟ اوعى تكونوا تعبتوا ستكم وانا مش موجود. لا شاطرين يا عيال، اوعى اللي يكونوا العيال دول تعبوكي يا خالي. خالتهم ابو العيلة. ايوه يا فاطنة، بتقولي حاجة؟ بقول العيال تعبوكي. تعبوني؟ دول يشفوا من التعب يا بنتي. ان شاء الله تعيشلهم يا رب. بقولك انت فوتي على ابو العيلة في الطحوني ولا هو جاي؟ لا انا اللي هجهز الفطار واديهول الطحوني. ما انت عارفة اليومين دول موسم والشغل في الطحونة ايه نار، الليلة وبكرة. كل عام وانتي طيبة يا رب، وانتي والعيال وابو العيلة بصحة وعافية يا حبيبتي. امين يا رب، امين امين يا رب. بطين بس اللي فاضلين. تقول حاجة يا فاطمة؟ وديه كمان عايز يتبل. يا رب الاقي عودين جرجير ولا سريس ولا بصلية لابو العيلة يا رب. انا مش سامعة انت بتقولي ايه يا فاطمة. سلامتك يا خالي. ايه يا رب الاقي يا رب. اما ايه يا محمد؟ هو الأذان بتاع الفطار مش هيجي؟ جاي حبيبي، زمانته جاي. محمد قال لي اللي هو جعان. ايه كده يا محمد؟ احنا مش اتفقنا ان احنا هنصوم زي الكبار؟ بس عليك يا محمد انا زعلانه منك، ما تستحمل كده يا واد. اما ايه يا زينب؟ ايه؟ انا جبت حاجه. حاجه؟ حاجه ايه دي؟ حاجه حلوه وكبيره قوي، بس ما تزعقيش. اهدي يا زين، جبتيها منين؟ دي وزة دي يا فاطمة. ايوه وزة يا خال، جبتيها منين؟ وانا كنت بلعب لقيتها عند وسعيد السايح. جابها ابو العيلة دي ولا ايه؟ لا هي فين؟ هاتي يا بنت الويزة دي، هاتي هاتي يا حرامية. حرامية؟ بس ما تقوليش حرامية يا ابي حنان. عيب؟ وسرقة تبقى ايه يا فاطمة؟ سرقة؟ سرقة ايه؟ دي البنت بتقول انها لقيتها عند وسعيد. لقيتها؟ لقيتيها برضك ولا خطفتيها من على الارض وجريتي بيها؟ واني عماله اقول لك هاتي الويزه يا بنت، هاتي الويزه يا بنت، وانت فراره. صحيح الكلام ده يا زينب؟ انت سرقتي الوزه؟ لا انت فاهمه غلط يا حنان، البنت دي صغيره مش فاهمه حاجه. ان احنا عمرنا ما نمد ايدنا على حاجه حد، ده هي فاكراها لعبه. وبعدين احنا الزاد في دارنا هنا زي من هنا لحد الحجاز. والخير اللي من هنا لحد الحجاز ده من نص نكله يوميه الطاحونه. لا لسه ما جاش من الطاحونه، سهران هناك. دي مش بتسأل على ابو العيلة يا خالي، دي بتتمهزة على تعب وشقاه. ايه مش انت اللي قلت انه سهران هناك؟ يقطعني يا فاطمة، يقطعني يا اختي، ينقطع لساني ولا زعلكيش كده يا فاطمة. احنا ناس غلابة يا حنان، لكن عمرنا ما نمد ايدنا على حاجة مش بتاعتنا، حتى لو الجوع قرصنا والعوزة قتلتنا. عارفة عارفة يا اختي، سامحيني معلش. ما الست راوية، ما انت عارفاها، انسعرت لما عرفت ان في وزة ناقصة واتهمتني انني اللي سرقتها. الناس المتنعمة دول يا حنان هما اللي خلوا الدنيا تقسى على الناس الغلبة اللي زينا. بلاش احنا كمان نعض في بعض عشان الدنيا ما تقساش اكتر. بقولك يا فاطمة، الوزة دي يا حبيبتي خليها لكم، اذبحوا يا اختي وكلوها بالهنا والشفا. واني هقول لست راويه ما لقيتهاش وتعمل اللي تعمله بقى. يا بنت انت ما تفهميش، بقول لك ما بنمدش ايدنا على الحرام ولا بنقبله. خدي وزتك رجعيها لصاحبتها. يلا يا حنان الله لا يسيئك. يلا بس تعدميني يا فاطمه لو لساكي زعلانه مني. خلاص يا بنت حصل خير، يلا امشي. ماشي يا اختي. هي البوزه طلعت عيانه ولا ايه يا اولاد؟